مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 53/05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007. الكلمة لأحد وضعي المقترح قيل لي سي أبليلا، تفضل. سيدة النائبة تلح أن أسميك سي عبد الرحمن بليلا. بحال بحال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدين الوزيرين المحترمين، السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا يوم 20 يناير 2021 تحت رئاسة السيد رئيس اللجنة وحضور السيد وزير العدل. خصص هذا الاجتماع للدراسة والتصويت على مقترح القانون الذي تقدم به السادة النواب السي خالد الشناق، السي مصطفى بيتاس وعبد ربيه، وقد تشرفت بتقديم هذا المقترح أمام أعضاء اللجنة بالنيابة عن زملائي، حيث أبرزت أهمية هذا المقترح المنصب على الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 53/05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. تنص هذه الفقرة على ما يلي: غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية ذات طابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ما عدا المحررات المتعلقة المنجزة من لدن أشخاص شخص لأغراض مهنية. نحن في هذا المقترح الذي تقدمنا به لاحظنا بأن الصياغة الواردة في هذه الفقرة تحتاج إلى مراجعة من أجل رفع اللبس والغموض، وهذا اللبس متضمن في عبارتي لا تخضع لأحكام هذا القانون. واش المقصود هنا؟ هو قانون الالتزامات والعقود أم المقصود هو قانون رقم 53/05؟ طبعا ظاهر النص يوحي بأن المقصود بعبارة هذا القانون هو قانون الالتزامات والعقود، ما دام أن هذا الفصل جوج وارد في إطار هذا القانون اللي هو قانون الالتزامات والعقود. ولكن منطقيا نية المشرع اللي هو مشرع قانون الالتزامات والعقود لا يمكن ولا يجب أن تتجه مطلقا إلى استثناء أحكام الأسرة والأحكام المتعلقة بالضمانات العينية أو الشخصية من الخضوع للقاعدة العامة اللي هي القاعدة الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود من أهلية ومن رضا ومن سبب إلى غير ذلك، بحيث أن المعروف أن جميع التصرفات القانونية تخضع لهذا القانون الأم اللي هو قانون التزامات العقود. وبالنتيجة اعتبرنا في المقترح بأن المقصود بصيغة هذا القانون بصيغة أحكام هذا القانون هو القانون رقم 53/05، والتمسنا بالتالي تدقيق الصياغة رفعا لكل لبس. طبعا هذا هو المضمون الجزء الأول من المقترح. كاين واحد المقترح ايضا تضمن واحد جزء ثاني يتعلق بمفهوم المحررات العرفيه الوارده في نفس الفقره، وقلنا بانه يجب تغييرها او تعديلها حتى تكون منسجمه مع احكام الماده 4 من حقوق العينيه، ولكن في النقاش والى اخره ارتئينا سحب هذا الجزء الثاني وبقينا على الجزء الاول من المقترح. في الأخير وبعد التفاعل الإيجابي مع المقترح من طرف لجنة العدل والتشريع ومن طرف الحكومة ممثلة في السيد وزير العدل، تم التصويت بالإجماع على المقترح كما عدلته اللجنة. وبالمناسبة وباسم
السيدين البرلمانيين اللذين شاركاني في تقديم هذا المقترح، نتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء اللجنة وإلى رئيس اللجنة وإلى الحكومة وإلى السيد وزير العدل على التفاعل الإيجابي، ولكن أيضا على التفاعل السريع مع هذا المقترح، وشكرا. شكرا سيد النائب.